انفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. لديه لنا الكثير من الحكايا، تحدثنا عن الأمم الخوالي. لقد عاش الحوادث والقضايا، وكل زال وهو إلى زوالي. وشاهد وجه براق الثنايا، رسول الله محمود الخصال. فأصغوا سوف يكشف عن خفايا، ويفصح عن إجابات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أحداث تقع في يوم القيامة مع كون السماء تتغير والأرض تتغير والجبال تسير والوحوش تحشر. جعل الله تعالى لأحداث يوم القيامة وصفا عظيما في كتابه، لكن ربنا جل وعلا جعل لذلك تذكرة قبل وقوع يوم القيامة. فما معنى خسوف القمر؟ وهل يصح أن نقول كسف القمر كما نقول خسف القمر؟ ما العلاقة بين خسوف القمر وبين خسوف أو كسوف الشمس؟ لماذا يخسف هذا القمر؟ هل النجوم عندها خسوف أيضا أم أن هذا الخسوف خاص بالقمر؟ ما معنى قول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض لما تكلم الله جل وعلا عن قارون؟ هل خسفنا به وبداره الأرض يعني أظلمت داره واختفى هو فيها كما يظلم القمر؟ ما الفرق بين الخسوف الكلي والخسوف الجزئي؟ إذا وقع الخسوف وتحدث عنه الفلكيون لكننا لم نره بالعين، فهل نصلي؟ لو لم تستطع أن تصلي مع الجماعة، هل تصلي في بيتك صلاة الخسوف والكسوف؟ ما هو نوع الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع الخسوف أو الكسوف في عصره؟ كم مرة وقع الخسوف في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا القمر له أعاجيب تقع وله قصص تحدث، كيف ينبغي نحن لنا شرعا أن نتعامل معه إذا وقع له مثل ذلك؟ ما حال القمر يوم القيامة؟ ما معنى قول الله تعالى وجمع الشمس والقمر؟ هل يجتمعان الشمس والقمر؟ ما هو نوع الخسوف الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام افزعوا إلى الصلاة افزعوا إلى الصدقة؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع ذلك؟ كل هذه أمور ينبغي لنا أن نتأمل فيها. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شوال من السنة العاشرة من الهجرة، قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت يسير. فوافق في يوم كسوف الشمس أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي، فقال الناس كما كانوا يقولون في الجاهلية كسفت الشمس لوفاة إبراهيم عليه السلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعامل مع هذه الظواهر الكونية كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام للتعامل مع غيرها. نحن عندنا سنن نفعلها عندما تهب الريح، عندما ينزل المطر، عندما تجدب الأرض. هناك سنن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند خسوف القمر أو كسوفه أو عند خسوف الشمس أو كسوفها، يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فافزعوا إلى الدعاء والذكر، وفي رواية قال إلى العتاق. الأحاديث التي حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله
يخوف الله بهما عباده كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر. الآيات التي تقع في يوم القيامة، أعني العلامات التي تقع عندما تقوم الساعة، جعل الله تعالى لها في حياتنا مذكرات. مثلا يقول الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهي تذكرة بنار الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها جزء، يعني نار الدنيا، إنها جزء من كذا وكذا من نار الآخرة. هي إنما تذكرة لما يقع في الآخرة، ومتاعا للمقوين، يعني هي دفء للمقوين أي للمسافرين أو لمن أرادوا أن يصنعوا طعامهم إلى غير ذلك. خسوف القمر، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك بعض السنن التي ينبغي أن نتعامل مع خسوف القمر عندما يقع. هو ظاهرة كونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله تعالى بهما عباده. لا يمنع معرفتنا بأن الوقت الفلاني سوف يقع فيه خسوف لا يعني أننا لا نخاف. نحن نعلم مثلا أن شروق الشمس يقع في الوقت الفلاني، أن غروب الشمس يقع في الوقت الفلاني، ومع ذلك نحن مأمورون أن نفعل أشياء عندما يقع هذا، أن نصلي مثلا المغرب عند غروب الشمس، أن نقول أذكار الصباح وأن نقول أذكار المساء. يعلم الإنسان مثلا أن الليل سيقبل في الوقت الفلاني. معرفتنا بأنه سوف يأتي الخسوف أو الكسوف في الوقت الفلاني هذا من قديم، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في تحديد بعض أيام الخسوف والكسوف منذ القديم، من قبل 700 سنة. لكن لا يعني أننا لا نخاف ولا نفزع. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح فزع ودخل وخرج وتغير وجهه. قالت: فقلت له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، يعني استبشروا أن يكون فيه مطر يسقي ديارهم ويملأ آبارهم ويسقي زروعهم، فرحوا، وأنت أراك يا رسول الله تتغير. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، وما يؤمنني ألا يكون فيه عذاب. يعني صحيح أننا نعرف أن الغيم سيأتي، ونعرف أن الريح سوف تمطر، يعني بظواهر معينة، بسنن معينة جعلها الله تعالى، لكن ممكن أن يكون فيه عذاب. قال: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد رأى قوم الريح، رأوا الريح فوقهم وقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالإنسان عندما يرى خسوف القمر ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزع، أن يخاف، أن يتذكر أنه في يوم القيامة يبرق البصر ويخسف القمر. خسوف القمر هو ذهاب ضوءه، كما قال الله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني ذهب هو وذهبت داره في الأرض. كيف نتعامل مع خسوف القمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة. كيف نصلي هذه الصلاة؟ هي ركعتان، يكبر الإنسان، يقول الله أكبر، يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، يعني قريبا في مدته وزمنه من قيامه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من السورة التي كانت قبلها، ثم بعد ذلك يكبر ويركع، فيركع ركوعا طويلا، ثم أيضا نحو من قيامه، ثم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يسجد. فيكون في الركعة الواحدة ركوعان، وفيها أيضا سجدتان: يسجد ثم يجلس، رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم بعد ذلك للركعة الثانية. هكذا تكون صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. يسن الإكثار من الصدقة، والصدقة بلا شك أنها يدفع الله تعالى بها الضر عن الإنسان. العمل الصالح عموما ينفع الله تعالى به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. العمل الصالح، صلة الرحم، يبسط الله تعالى به الرزق وينسأ الله تعالى به الأثر. فإذا خسف القمر سن لنا الإكثار من الصدقة والعمل الصالح.
إذا خسف القمر سن لنا أن نتعامل مع هذا الخسوف إذا ذهب ضوءه أن نتعامل معه التعامل الشرعي الذي تقدم شيء منه: الصدقة، الصلاة، والصلاة إما أن يصليها جماعة، أن ينادي في المسجد، ينادي المؤذن، ينادي الإمام، يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، لا يشرع لها الأذان العادي ولا الإقامة، إنما ينادي الصلاة جامعة، فيجتمع الناس لها في المسجد، يصلون كما تقدم. من لم يصليها مع الجماعة صلاها في البيت وحده، يصليها ركعتين. المرأة أيضا تصليها في البيت ركعتين. عائشة رضي الله تعالى عنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا في الصلاة، في صلاة الجماعة، فجاءت أختها أسماء فرأتها تصلي فسألت ما هذه الصلاة، فأشارت إلى السماء، قالت آية، فأشارت برأسها نعم، فكبرت أسماء من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء: حتى جعل يتغشاني الغشي، يعني جعلت أكاد أن يغمى علي من طول الصلاة، فأخذ ماء وضع على وجهي حتى تنشط إطالة الصلاة. هذا القمر خسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، لم يخسف مرة واحدة، إنما خسف مرارا. وخسوف القمر قد يكون جزئيا أن يذهب بعض ضوئه، أو قد يكون كليا أن يذهب الضوء كله. يقول صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي ما بكم، يعني يسن أن نستمر في الصلاة حتى يظهر القمر مرة أخرى، أو حتى تظهر الشمس مرة أخرى. فإذا انتهت صلاتنا ولا يزال القمر خاسفا، فإن السنة لنا أن نكثر من الذكر، التسبيح، الاستغفار، حتى يجلي الله تعالى لنا هذا القمر. التعامل مع هذه الظواهر بالذكر والتسبيح هو السنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هبت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. يتعامل مع الظواهر الكونية التعامل الشرعي. وكذلك كان إذا نزل المطر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، يعني حيث أصاب من أي مكان اللهم اجعله نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خسف القمر فزع إلى الصلاة ودعا الله تعالى. يسن للإنسان أيضا عند الخسوف وعند الكسوف أن يكثر من الصدقة تقربا إلى الله تعالى وتعظيما لجلاله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه الصدقة يدفع الله تعالى بها الشر عن الإنسان. ذكروا أن الوزير ابن الفرات هم ببعض أصحابه أن ينكبه، يعني أن يطرده أو أن يخبر بشيء عنه، أو يعني لأمر كان في قلبه عليه. يقولون فرآه يوما وقد دخل عليه، فسأله الوزير، يسأل هذا الرجل، قال له: يا فلان، ما قصتك مع الرغيف؟ قال: أي رغيف؟ قال: أخبرني، هل لك قصة مع رغيف؟ قال: نعم لي قصة لكن لا يعرفها أحد. قال: أخبرني. قال: إني منذ أن كنت صغيرا كانت أمي تصنع رغيفا في الليل وتجعله عندها، فإذا أصبحت تصدقت به عني ليحفظني الله تعالى وليصلح شأني وليجعلني بارا وليرزقني، يعني ترجو بهذه الصدقة أن ينفعني الله تعالى. يقول: ولم يزل هذا حالها حتى ماتت وأنا أكبر. قال: فأنا لا أزال والله إلى اليوم أضع كل ليلة رغيفا، يعني أجهزه من الليل، فإذا أصبحت وأنا خارج أتصدق به على مسكين. لكن بالله عليك كيف عرفت ذلك يا وزير؟ قال له الوزير: إني قد كنت هممت بأمر يخصك، يعني أن ألحق بك مضرة، فرأيتك في المنام وأنا أريد أن أطعنك بسهم في يدي، وأنت في يدك رغيف كمثل الترس الذي يحمله المقاتل، تضعه في وجهي فيضرب هذا السهم فيه، فلا أستطيع والله أن أصل إليك بالسهم وهذا الرغيف في يدك، فعلمت أن لك قصة مع رغيف. وهذه القصة ذكرها التنوخي في نشوار المحاضرة، وذكرها غيره أيضا. فالمقصود أن الصدقة لما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليها علم أنها نافعة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وقع الخسوف أو الكسوف خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة طويلة، أذكر لكم شيئا منها. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخطبة، قال: إني قد عرضت لي الجنة والنار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته: إني رأيت في النار
مرأة من بني إسرائيل قد حبست هرة فالهرة تخمشها في وجهها. قال ورأيت صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا كان يحمل محجنا وهو عصا معقوفا في آخرها، فكان يمشي بين الحجاج، فإذا رأى متاعا لحاج، إذا رأى حقيبة أو خرجا لأحد الحجاج قرب إليه هذه العصا ثم ألصقها فيه وأراد أن ينتهبه، فإذا التبه الحاج إليه وتمسك بحقيبته قال عفوا هذا قد التصق، قد نشب بمحجني، قد تعلق بمحجني، يعني أنا ما قصدت لكن أنا أمشي بالعصا وتعلق بها، فإذا لم ينتبه الحاج إليه سرقه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ورأى عليه الصلاة والسلام في النار عمرو بن لحي، وهو أول من سيب السوائب، هو الذي دعا قريشا إلى عبادة الأصنام، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا في أثناء الخطبة، قال أيها الناس إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. عجبا، ما علاقة الوقوع في هذه الفاحشة الكبيرة مع خسوف القمر أو كسوف الشمس؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ يقول ابن القيم إن الوقوع في هذه الفاحشة يظلم منه القلب كما يظلم القمر وكما تظلم الأرض إذا كسفت الشمس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا أحد أغير من الله، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، ثم قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا حتى ينتبه الناس إليه، حذر من السرقة بذكر صاحب المحجن، حذر من الظلم حتى ظلم الدواب بذكر صاحبة الهرة، حذر عليه الصلاة والسلام من عبادة غير الله ومن الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك بذكر عمرو بن لحي، وحذر صلى الله عليه وسلم من الفاحشة والوقوع في المحرمات بذكره صلى الله عليه وسلم بقوله ليس أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. هذا هو خسوف القمر، وهذه هي العبادات التي نفعلها عندما يخسف القمر. نحن لا نعبد القمر، بل هو آية من آيات الله، لكننا إذا رأينا هذا الخسوف تذكرنا يوم القيامة وأحداثه. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه دائم التعلق في قلبه بالله جل وعلا، فكان يعظم هذه الآيات ويصلي لله ويتعبد إليه إذا رآها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتقربون إليه، وممن تنكسر قلوبهم بين يديه، وممن إذا رأوا آية اعتبروا بها وتبصروا. بارك الله فيكم، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، مكانك في السماء وفي الحنايا ووجهك مشرق في كل حال، غدا تمضي بنا عنك المنايا وتأتي بعدنا الأمم التوالي، فأهد إليهم عذب التحايا وقص لهم حكايات الجلال، وقل لهم أنا لكم مرايا فصونوا بانعكاستكم جمالي.